في طرابلس حطت مسرحية حبيب الكل، عمل مسرحي يجمع شبانا وشابات من مختلف المناطق العكارية يتكلمون بلغة واحدة، بلغة أحلام وأوجاع ومعاناة مناطقهم من الحرمان والإهمال، بأسلوب ساخر وعلى وقع ألحان موسيقية. وحبيب الكل كانت أطلقتها جمعية مارتش في عكار، واليوم تبرز مواهب الشبان أمام أهل طرابلس. مسرحية هالمرة عكارية كوميدية سوداء يلي بلشت تبرم أول شيء بمختلف مناطق عكار، واللي مكونة من 28 شاب وصبية من كمان مختلف المناطق العكارية ومختلف الطوائف. حبينا بهذه المسرحية كمان نرجع طرابلس، لأنه أول شيء طرابلس هي عاصمة الشمال، وتاني شيء لأنه طرابلس بفتكر أكثر مدينة بتتفق فهم اختها العكارية. عم نعمل مسرحية لنوصل فيها الرسالة، نوصل فيها انه عكار محرومة من كل شيء، مع انه عكار فيها ثقافة فيها فن، على امل انه الفن والثقافة هي تكون الطريق الوحيد، وهي اللي بتخلق الخط العدالة وبعكار لتقدر من هونيك ورايح تنشر توعية بعكار. تجربة مسرحية يأمل من خلالها الشباب العكاري نقل صورة منطقتهم الحقيقية بطريقة فنية، وأيضا تحقيق طموحاتهم وأحلامهم. أما العمل أنه فهو عبارة من